واش رايك لو كان نديروا نقوم بانشاء صندوق كفاره اليمين؟ نقول لك علاه. الناس كثير يحلف ومن بعد ما يقدرش يروح يصوم، كاين اللي ما يحبش يصوم، كاين ما يقدرش يكسي، كاين ما كاش عتق رقبه درك، يعني يحب يروح يخلص يخرج الدراهم. لكن انا المسكين وين نلقاه؟ لما نبحث عن المسكين وين نلقاه؟ هنا انا في انا نقترح اقتراح نديروا نقوم بانشاء صندوق كفاره اليتيم اليمين، نحطه في المسجد، يسيروا المؤسسه المسجديه اللي تسيروا، نديروه نقسموه لقسمين، قسم خاص بالكسوه وقسم خاص بالاطعام. دوك تتمد نقدا ولا طعاما، انا لست اهلا للفتوى، كاين رجال الفتوى، كاين الدين، رجال دين جزائريين وائمه جزائريين، وبارك الله فيكم. اقتراحك جيد، ولكن ذكرت لك بان متكفل به في الصندوق الوطني للزكاه الذي اصبح اليوم له ديوان، وحملات التحسيس للساده الائمه كانت تصب في هذا الموضوع. ربما هذه فرصة لكي يعرف المواطن بأنه فعلا الصندوق هذا يستقبل مثل هذه الأشياء، وأشياء أخرى تترك دائما للمواطن، فهو يعرف الفقير في حيه، ساعات إنسان يحب أن يعطيها مباشرة لصاحب الشأن من الفقير أو المسكين أو الأرملة أو ما إلى ذلك، والمجتمع الجزائري فيه الخير، ونحن نوجه إرادة الخير.